الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فرصة سعيدة أننا جينا نزور الإخوة في فرع البنك المركزي في المأرب، والذي يقوم بدور كبير في خدمة الدولة في هذه المحافظة وفي خدمة القطاعات العامة والخاصة. ويؤسفني ما حصل من ترويجات ومن أحاديث ومن تهريجات حول قضية المساس بالبنك أو بأفراد البنك أو بموظفي البنك، فالبنك يعز علينا ومن فيه يعز علينا أكثر، ونحن إخوة جميعا ونخدم وطن واحد ونعمل من أجل هدف واحد واستمرار الدولة اليمنية لتظل هي الحاكم في هذا البلد ولتظل هي السقف الذي يعيش تحت ظله أبناء الشعب اليمني. هذا هو هدفنا جميعا، وكل منا يؤدي دوره على ثغرة من هذه الثغرات، والمشاكل تأتي وتروح، وفي الأخير الشعب هو الباقي بعد الله سبحانه، ولن يبقى إلا الأفضل والأصلح. كل المشاكل وكل الترهات هذه وكل الإدعاءات سواء من هذا الجانب أو من هذا الجانب كلها تذهب أدراج الرياح، ويبقى العمل الصحيح. فأنا جئت أزوركم أولا لأبعد اللبس من أذهانكم، أنتم إخوة أعزاء، وهذا البنك يهمنا ويهمنا جميعا، ولو كنا سنفرط في هذا البنك أنها أتت فرص للتفريط فيه من أسهل ما يكون، لكن عضينا عليه بالنواجذ وحفظنا الشرعية في هذه المحافظة وحفظنا البنك وهو جزء من الشرعية، بل من سيادة البلد، ونحافظ عليه كما نحافظ على عيوننا، والله يعلم ذلك وأنتم تعلمون هذا. لم نسمح ولن نسمح لا قبل ولا اليوم ولا الغد بإذن الله تعالى أن يمس هذا البنك أو غيره من مؤسسات الدولة بأي أذى على الإطلاق. ونحن لسنا في وضع فوضوي ولا وضع ميليشيات ولا وضع قبلي ولا وضع يعني تتحكم فيه الأشخاص أو الأفراد، بقدر ما هو منظومة، جزء من منظومة الدولة، بقينا محافظين عليها وسنظل نحافظ عليها بإذن الله حتى تستعيد الدولة عافيتها جميعا، ونحن جزء من هذا الوطن وجزء من هذه المنظومة وجزء من دستور البلد ومن قوانين البلد النافذة بإذن الله تعالى. هذا ما أحببت أن تسمعونه جميعا. أنا لست من دعاة الانفصالات ولا فك الارتباطات، أنا من دعاة وحدة اليمن وبقاء اليمن موحدا وبقاء اليمن تاريخيا وبقاء اليمن دولة وبقاء اليمن يعني في ظل دولة تحكمها مؤسسات لا أشخاص. أنا لا أريد حكم الشيخ المعمم ولا حكم الجنرال بالرتبة ولا حكم الحزب بإيديولوجيته وحزبه، بل حكم اليمن بنظام وقانون ودولة مؤسسات، يأتي من أتى ويذهب من ذهب، يحكم من حكم وفق اختيار الشعب اليمني. فأنا أؤكد لكم هذا ومن خلالكم أؤكد للشعب اليمني بأكمله أنني لم أرضى ولن أرضى في هذه المحافظة ما دمت على هذا الكرسي وما دمت أحمل صفة الشرعية، وأن أنا في الأخير أولا وآخرا أحد أفراد ومواطني هذا البلد، لكني ما زلت أحمل هذه المسؤولية بهذا يعني في هذا الوضع الاستثنائي. فسأحافظ كما حافظنا، يعني الحمد لله لاحظتم جميعا أننا خلال فترة الحرب المفروضة على هذه المحافظة المعطاءة أننا تركنا الغاز يمشي في اتجاهه، الكهرباء حتى قطعت من جانب المسلحين قريب فرضة نهم، والمخربين طبعا كثر، النفط من ديزل وبترول على قدم وساق، لم تتصل بمؤسسة ولا مصلحة من مصالح ومرافق البلد في أي من المحافظات من صعدة إلى عدن إلا ولبيت نداءها بما أستطيع عليه وفق الإمكانات المتاحة في هذه المحافظة. الغاز المنزلي الحمد لله مستمر كما ترون وتشاهدون يوميا، ولعل إيراداته جزء من إيراداته تأتي إليكم عبر البنك هذا وتشاهدونها جميعا. أنا حرصت خلال الحرب المفروضة، خلال سيل الدماء الذي شاهدتموه، وكان بالإمكان أن أصدر قرار بقطع هذا، وإن أردت بالطرق الملتوية أن أعمل من يتقطع من حال المتقطعين الذين يعملون التقطعات الآن حتى في داخل شوارع صنعاء، لكن أبت أخلاقياتنا وأبت قيمنا وأبى ارتباطنا بشعبنا إلا أن نظل محافظين على مصالحها الوطنية العليا التي إن شاء الله أن نشترك فيها في هذا البلد. فأحب أن أوضح لكم هذه الفكرة عموما ومن خلالكم للمشاهدين جميعا. الأمر الذي يتعلق بالبنك، كل ما في الأمر أننا نمر بمرحلة استثنائية تعرفونها جميعا، هناك دولة يمنية وهناك رئيس شرعي وحصل انقلاب، بغض النظر عن من يكون مع هذا الانقلاب أو ضده هذا موضوع آخر، لكن هذا هو الواقع.
حصل انقلاب على الدولة اليمنية، فهجرت الرئاسة وألقي القبض على الحكومة، ولا زال بعض الوزراء مسجون إلى الآن. نعم، ولم نجد يعني لو أن الأمر انقلاب عسكري انقلب، ولو أن الانقلابات مرفوضة أصلا في العالم اليوم، لكن لو أنه انقلاب وأخذ سلطة وحكم ورئيس دولة بقوة السلاح بقوة وأقام دولة، لكن لم يقيموا دولة ولم يتركوا لنا حالنا ولم يعني يتركوا سفك دماء الشعب اليمني ولا تهديم مقدراته، بل استمروا في هذا الجانب وسيطروا على الدولة وأسقطوا هيبة الدولة وأسقطوا منشآت الدولة ووزارات الدولة ومؤسسات الدولة، وبقيت هذه المحافظة ولله الحمد كجزء من الوطن الغالي محافظة على هذه الشرعية، وحصل فيها ما حصل وفرضت عليها حرب عبثية سالت فيها الدماء كما شاهدتم ورأيتم، ومع هذا كله حافظنا خلال هذه المرحلة. فنحن نمر بمرحلة استثنائية، وكان لابد لهذا البنك أن يتبع الشرعية، لأن البنك المركزي مع الأسف في صنعاء أصبح تحت سلطة الإنقلاب. أنا أقدر محافظ البنك عوض بن همام لأنه شخصية وطنية ورجل اقتصادي معروف في هذا الجانب، ولا نرى فيه إلا كل خير، لكنه مغلوب على أمره، تحكمها لجان ثورية وتحكمها سلطة الإنقلاب، فبالتالي ليس بيدها ضر ولا نفع، ولا يملك إلا أن يكتب ما يراد من هؤلاء الناس. هذا ما يجب أن نفهمه جميعا، وأنا أقولها ومسؤول عن كلامي هذا. أنا أعلم أنه لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر إلا وفقا لما تقتضيه مصلحة سلطة الإنقلاب. فهناك لدينا شرعية، رئيس منتخب من 7 مليون مواطن يمني، رئيس تدعم شرعيته كل دول إقليمنا العربي والإسلامي، كل الأمم المتحدة ممثلة في الأمم المتحدة وهي تدعم هذه الشرعية لهذا الرئيس، ليس لشخص الرئيس ولا لشخص المحافظ ولا الحكومة ولا الكبير ولا الصغير، إنما للشرعية، لذات الشرعية، لأن يوصل البلد حتى يناول هذا الحكم عبر القنوات الشرعية من يأتي بعده، هذا الأمر الذي اتفق عليه أبناء اليمن. فكان لابد أن نظل تحت سلطة الشرعية وأن نتبع الشرعية في كل الأمور. الأخ المدير السابق، وأنا أقدر تقديرا عاليا جهد هذا الرجل ونزاهته ونظافته المشهود بها لدى الخاص والعام، من أحبه ومن كان ضده، فمحمد علي مدهش كان رجل ولا يزال صاحب أمانة وصاحب نزاهة، ونشهد له بهذا، وإنما ظل مبرمج وينطلق على الوضع العادي، والوضع العادي أصبح مخلخل. البنك المركزي، هل تتصورون أن الاحتياطي لدى الجمهورية اليمنية 4.6 مليار تقريبا، أي نعم، الآن لم يعد في البنك إلا 1.1 أو 1.6، لا أعلم كم الرقم الباقي، إنما 3 مليار ذهبت ويزيد عليها، أين ذهبت؟ في الاحتياطي، وأنتم تعرفون إيش معنى مد اليد في الاحتياطي، هذا أمر في غاية الخطورة ويهدد البلد ويهدد العملة ويهدد كل شيء، وهذه مسائل أتكلم عنها عبر التلفزيون وهم يعلمون هذا، لو كانت المسألة هذه كذبة لما استطعت أن أتكلم بها عبر قنوات التلفاز، لكن لدي معلومات من مسؤولين معنيين بهذا الأمر في الجانب المالي وفي الحكومة، وهم من أعطاني هذه المعلومات، أنا لما أذهب إلى صنعاء، لكن هذه معلومات أتتني عبر جهات رسمية. لا أريد يعني دموع التماسيح، لا أريد فتوى أهل العراق عندما استفتوا الفضيل بن عياض في منى أو أحد العلماء، نعم، هل يجوز قتل البعوضة في منى يا شيخ؟ قال قاتلكم الله العراق، تستفتون في دم البعوضة وتقتلون الحسين؟ أي نعم، أنا أستغرب كثيرا، هل مس هذا البنك بشيء يا أخواني؟ هل مدت اليد فيه بشيء؟ هل أخذ منه ريال بدون حق؟ أنتم في داخل البنك ومسؤولين عن هذا الكلمة، هل سبق أن حصل شيء من هذا الكلام؟ على الإطلاق، الحمد لله، وهذا شرف لي ولكم أن نحفظه في هذه المرحلة. فأقول إذا كان البنك المركزي في صعدة أخذت منه 24 مليار على مرة ومسمع من أبناء اليمن، فما الذي يتباكى اليوم على مأرب بالكذب؟ وإذا كان الآن مرتبات عدل لا توصل، ولا لحج ولا الضالع ولا أبين ولا حضرموت ولا مأرب ولا المهرة ولا الجوف ولا عدد المحافظات الجمهورية،
يعني مقطوع وجزء من المحافظات التي لا زالت مرتباتها مستمرة خصم منها 50% مستحقاتهم كما تعلمون عبر البنك هذا خصمت 50% منها. فأنا الحقيقة ألوم كثيرا، أنا أكره الحقيقة المشاجرة وأكره المساجلة بيني وبين الآخرين، لكن هذه هي الحقيقة لازم نتحدث عنها، أن يتحدثون الناس في أعراضكم وفي عرضي وفي عرض المحافظة وهي براء. لا بد أن نجيب ولا بد أن نتكلم، ونحن على استعداد أن نواجههم وأن نقابلهم بالقانون وبالشرعية وبالنظام وبالالتزام وبالحفاظ وبالنزاهة، بل ونتحدى وأتحداهم من خلال هذه المنابر، أتحداهم جميعا بالنسبة للنظافة والنزاهة والحفاظ على المال العام والحفاظ على الشرعية وعلى الدولة اليمنية، ليس الحفاظ على الأشخاص، على شرعية اليمن. وليأتي الحوثي في يوم من الأيام عبر القنوات الشرعية وليحكم. حتى الآن رغم ما حصل، يعني كل ما حصل، أنا لا أمانع يمني ابن يمنية لم يكن مجرما أن يأتي عبر الشرعية وأنا أكون واحد من المنتخبين له. لكن قضية أن نجرم ونوغل في حق الشعب اليمني، ونوغل في دماء الشعب اليمني، ونوغل في مؤسسات الشعب اليمني، ونوغل في المال العام بالشعب اليمني، ونعود نلقي باللائمة على الضحية، هذا أمر لابد لي أن أتحدث معكم فيه وأكون صريح معكم فيه. كان لابد من خلال ما سمعتم الأخ محمد علي ربما وصل إلى طريق مسدود مع البنك المركزي في صنعاء، وهو رجل تعود على أن يكون ملتزم سيستم أو نظام معين، فكان لابد أن يظل مرتبط بهذا البنك الرئيسي رغم أنه لا أقول أنه يتبع الانقلاب. محمد علي مدش ليس من التابعين لسلطة الانقلاب على الإطلاق، هذه حقيقة وشهادة، وهو نظيف، لكن أسلوبه في التعامل أسلوب الحقيقة غير مرن، أسلوب لا, 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 لا يمكن البنك من أداء مهامه في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيش فيه. هذا موضوع الحفاظ على المال العام شيء نحن جملة وتفصيل معه، لكن قضية مرونة التعامل وفقا لتوجيهات السلطة العليا، البنك المركزي في قانونه كما تعرفونه أعتقد في المادة 31 هو خزينة الدولة، ومن يملك الدولة ومن يتصرف في المال العام بالدولة؟ يعني هناك شخصين غير محافظ البنك، محافظ البنك لا يستطيع أن يصرف منه، لكن من يصرف هو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، لا يستطيع أن يصرف من المال العام صرف من غير المصروفات المبوبة إلا هذان الشخصان، صح أم لا؟ أنا غلطان بهذا؟ لا يستطيع أن يصرف إلا هما من البنك المركزي كخزينة للدولة. فينبغي أن ندرك هذه الخلفية وأن ندركها جميعا، وأن لا نسمع للمغرضين والمبلبلين والمروجين للكلام الفارغ. هناك تهديدات تصل إلى عندكم أنهم سيقفلوا البنك وأنهم سيتعاملوا وأنهم كذا، وأنا أقول لهم البنك سيظل تبعا للشرعية، ومن فيه سيظل فيه بإذن الله مكرما معززا محفوظا في وظيفته وفي استحقاقاته. وأنا أؤكد لكم حتى لو قطعوا الاستحقاقات من صنعاء وأقولها عبر شاشات التلفاز، إذا قطعوا حتى عليكم شيء من مخصصاتكم ومستحقاتكم أنها ستدفع لكم كاملة غير منقوصة، حالكم حال الهيئات الموجودة والسلطة المحلية والمعسكرات. أنا أواجه هنا لدي المنطقة العسكرية الثالثة ولدي الجهات الأمنية بدوائرها وبأجهزتها ولدي الهيئات الحكومية والمؤسسات ولدي السلطة المحلية التي تعرفون جميعا، لدي أيضا لدي أيضا شركات النفط، لا نؤكد لكم أن صافر الآن معرضة لقطع المرتبات الحقل لتعطيل الحقل حتى لا يبقى قطرة مع الشعب اليمني. احنا ربما في مأرب نجد من يسعفنا بالبترول وبالنفط، سنجد من يعطينا من وايتات من الجوار وهم على استعداد، لكن أنا أريد أن أغذي الشعب اليمني المسكين، مستشفياته، مرافقه، خدماته، إسعافاته، من ينقذ المسكين، من ينقذ الشائب، من ينقذ المريض، من ينقذ العاجز، من ينقذ المرأة، من ينقذ الطفل. أنا لا أتحدث عن مصالح محافظة بذاتها، أنا أتحدث أقول لكم بكل صراحة، وإن لم أكن معني لكن كمواطن يمني أنا معني، إنما كمسؤول أنا مسؤول عن هذه المحافظة، لأن كمواطن يمني أحس ما يحسه صاحب تهامة وصاحب صعدة وصاحب عدن وغيرهم من أبناء المحافظات، مسؤولية أمام الله. نحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد. فبلغني أن هناك تهديدات عليكم بالإقفال أو بالإغلاق أو بالمنع،
وأن لا تؤدوا مهامكم. وأنا جيت لأزوركم لأقول لكم أن البنك سيستمر بإذن الله تعالى حتى ولو فضلوا يعني فصلوا النظام والبرمجة أو السيستم يعني المرتبط بصنعاء، نحن سيعيدونا في الأخير لن نستخدم السجلات اليدوية وليس عيبا، سنستخدمها وفق الموازنة المعتمدة من الدولة، آخر موازنة تم اعتمادها من قبل الحكومة ومجلس النواب سنستمر عليها. هذا ما يجب أن يفهمها القريب والبعيد، لكنهم سيضطرون إلى عمل ما كنت أود أن أعمله، سيضطرون إلى أن أأتي بإيرادات الغاز كاملة وإيرادات النفط عبر البنك وتصرف إلا من هنا، سيضطرون إلى هذا. وأنا أشهد الله ثم أشهدكم أنني مكره أخاك لا بطل، ما كنت أود إلا أن تظل الأمور مستمرة على ما هي عليه حتى يأذن الله بسلامة اليمن وخروجها من المأزق، لكن طالما جاءت كما يقول المثل اليمني منك لا مني يا بيت الله، طالما وقد ركبوا رؤوسهم لفصل النظام فأنا سأعيد البنك إلى النظام اليدوي أو أتي بشركة عالمية دولية تعيد لي النظام والبرمجة، وليس الطائرات الحمد لله تأتي وكل شيء، وسنأتي بالنظام ونصلح الأمور تماما. فحببت أن أطرح عليكم هذا الموضوع بالنسبة لكم أنتم كأشخاص، أنتم يهمكم طبعا ويهمني قبلكم وظائفكم مستحقاتكم مستقبلكم، فأنا أطرح الخيار بين يديكم، إن أردتم أن تمضوا كما مضيتم بوطنيتكم وأشكركم عليها بالمناسبة، أن تمضوا كما مضيتم فأنا على استعداد لإكمال أي نقص يأتيكم سواء في وظائفكم وفقا للنظام والقانون أم في مستحقاتكم، وألتزم لكم من هذا المكان لأنه لن ينقصكم شيء بإذن الله تعالى. وإن رأى أحد منكم أنه لا يستطيع المواصلة معنا ويفضل أن يذهب إلى مكان آخر لا يمكن أن نضغط عليه أبدا، له الخيار واللي يقول لنا ونأتي بموظف بدلا عنه، والمسألة يعني ورع الله الجميل كما يقولون. لكن أملي فيكم، وأنتم صبرتم في أشد المراحل وأصعبها وصبرتم على سماع القذائف وعلى المشاكل التي سمعتموها وصبرتم وتحملتم في سبيل الأداء الوطني في هذا الفرع، أن تواصلوا المشوار معنا، وهذا شرف عظيم لكم وهو محسوب أيضا. أتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله في مهامكم، وأقول لكم أي خطأ يأتيكم من أي جهة اعتبروا أنني أنا منكم وإليكم وأنا المسؤول الأول عن أي شيء يأتي، وسأكون معكم في أي لحظة من اللحظات. أشكر الجميع وأتمنى لكم التوفيق.